الواقع التربوي في محافظة صلاح الدين وتطويره كان من ضمن أولويات عمل محافظي صلاح الدين الذي دأب دائما على متابعة مشاكله والنهوض به. وقد جاء احتلال طالبتين من أبناء المحافظة على المرتبة الأولى على مستوى العراق ليؤكد صواب الخطط والتوجهات التي اعتمدت بملف التربية والتعليم. الزميل أحمد صلاح الدين والتقرير التالي. يعد قطاع التربية والتعليم أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية ووسائل صناعة نهضة البلد وتطوره، كونه يمثل مصنع العقول المفكرة والمبدعة التي تصنع التغيير. وبالرغم من أهمية هذا القطاع في بناء المجتمع، نرى في بعض المناطق من محافظات العراق مشكلة قلة المدارس وعدم استيعاب تلك المدارس للأعداد الهائلة من الطلبة، مما أثر سلبا في نتائجهم ومستوى تعليمهم في الآونة الأخيرة. وفي صدد معالجة هذه الظاهرة وللرقي بها كباقي مجتمعات العالم، أعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل بتخصيص مبالغ كبيرة تصل إلى آلاف المليارات لبناء المدارس المتلكئة وإعادة تأهيلها، من خلال إسناد هذا الأمر إلى لجان متخصصة ستعمل على بناء ما يقارب 6000 مدرسة خلال سنة أو سنتين من الآن. ومن أجل الفوز بهذا المضمار المهم وتقديم الأفضل لشريحة الطلبة، وضع الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين الحجر الأساس لبناء مدرسة تتكون من 18 صفا في منطقة الديوم غرب تكريت ضمن خطة الحكومة المحلية، وذلك لتحسين الواقع التربوي والنهوض به نحو الأمام، مؤكدا في الوقت ذاته أن منطقة الديوم هي واحدة من مئات المناطق في صلاح الدين التي ستشهد هذا العام تقدما ملحوظا ومهما في مجال الخدمات على الصعد كافة، وبالأخص الجانب التربوي والتعليمي. وتسعى جهود حكومة صلاح الدين المحلية والمتمثلة بمحافظها إلى تقديم الأفضل إلى أبنائها وتعويضهم عما شهدوه خلال الفترة السابقة. وهذا ما تحقق على أرض الواقع من خلال احتلال طالبتين من أبناء المحافظة المرتبة الأولى على مستوى القطر، ليؤكد هذا الإنجاز صحة النهج الذي تسير عليه الخطط والتوجهات التي تبنتها حكومة صلاح الدين لدعم هذا القطاع.